أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل علي عبد الله من الأفلاج يقول: ما الكذب المحمود وما الكذب المذموم؟ وهل قول بعض الناس هذه كذبة بيضاء صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأصل في الكذب أنه مذموم ومحرم، قوله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الله أكبر، وقوله سبحانه: ومن أظلم ممن كذب على الله كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالكذب مذموم، لكن استثنى منه الكذب إذا كان لمصلحة راجحة، مثل الكذب في الحرب، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الكذب لإصلاح ذات البين، أن تأتي على اثنين بينهما تباغض وسوء تفاهم فتقرب ما بينهما ولو بالكذب الذي يؤثر عليهما، أن تقول لأحدهما إن فلانا يحبك ويثني عليك ويرغب المصالحة معك، ثم تذهب إلى الخصم الآخر وتقول له مثل ذلك حتى يتآلفا ويقرب بعضهما من بعض. هذا كذب من أجل مصلحة إصلاح ذات البين. والنوع الثالث كذب الزوجين بعضهما على بعض من أجل إصلاح العشرة بينهما. فهذه الأنواع الثلاثة من الكذب تباح لما فيها من المصالح الراجحة، وأما ما عدا ذلك فإن الكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.